أنا مختار فيش خابور أناشد بابا الفاتيكان وأناشد أمريكا وأناشد العالم أناشد المجتمع الدولي بالتدخل فورا كوننا نحن في هاي المنطقة ناس مسيحيون ويزيديون في هذه القرى القريبة على الجبهة لذا نطالبهم بالتدخل لعدم سفك الدماء لأن شعب العراقي شعب واحد ونحن حاربنا داعش مع أخواننا العراقيين ونناشد كذلك العبادي والدول الأقليمية كوننا ناس مسيحيون مسالمون ويزيديون مسالمون لا نرغب الحرب نرغب السلام فقط وإذا صارت الحرب ندعو من بابا الفاتيكان وأمريكا من ترحيلنا إلى دول كوننا لا نحب غير السلام.